مشاهدينا الكرام وفي الوطنية الأولى، مرحبا إليكم. نشرة جوية لليوم 16 أوت 2024. طقس اليوم تميز بظهور سحب قليلة على كامل البلاد، وهذا حسب ما نشوفه من خلال تسلسل صور القمر الاصطناعي. الريح كانت من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب ضعيفة فمعتدلة، تتقوى نسبيا ومحليا بالجنوب بعد الظهر. والحرارة تراوحت القصوى عامة بين 30 و35 درجة قرب السواحل والمرتفعات الغربية، وبين 36 و41 درجة بقيت الجهات مع ظهور الشيلي محليا. الليلة باش يكون طقس صافي الى قليل السحب باغلب الجهات. الريح باش تكون من القطاع الشرقي ضعيفه فمعتدله، تتقوى نسبيا اخر الليل بمنطقه سيرات. والحراره تتراوح ليلا بين 26 و30 درجه بالمناطق الساحليه والمرتفعات، وبين 31 و37 درجه ببقيه المناطق. غدوه ان شاء الله تتواصل سحب قليله باغلب الجهات مع ظهور خلايا رعديه محليه مصحوبه بامطار بالمناطق الغربيه للشمال والوسط بعد الظهر، مع امكانيه تساقط البرد باماكن محدوده. الريح باش تكون جنوبية شرقية بالشمال والوسط، من القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا قرب السواحل الشمالية ضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق. والحرارة في ارتفاع طفيف بالشمال والوسط وفي استقرار بالجنوب، تتراوح القصوى عامة بين 32 و36 درجة قرب السواحل الشرقية، وبين 37 و42 درجة ببقية المناطق مع ظهور الشيلي محليا. وتكون بتونس الكبرى 40 درجة طقس صافي، بقليبية 29، نابل 32، ببنزرت في حدود 37 درجة طقس صافي، بتبرقة 35، بجندوبة 43، ببيجة 42، بالكيف 40 درجة زي ما صافية مع خلايا رعدية محلية وأمطار متوسطة، بتالة 38، سلينة 41، وبالقيروان 40 درجة طقس صافي. بجهة الساحل سوسة 37 درجة، المنستير في حدود 35، والمهدية 32 درجة. بصفاقس 33، سيدي بوزيد 40 درجة طقس صافي. بمدن الجنوب الغربي قفصة 40 درجة، بتوزر طقس صافي 41 درجة، وبقبلي 40 درجة طقس صافي مع ظهور الشيلي محليا. بمدن الجنوب الشرقي قابس 33، بجربة 35، مدنين 39 درجة، بكل من تطاوين ورميدة 37 درجة طقس صافي مع ظهور الشيلي محليا. توقعات الجوية للملاحة والصيد البحري بالنسبة لمنطقة سيرات وخليج تونس. الريح جنوبية شرقية ترى سرعتها بين 15-25 عقدة مؤقتا 30، وتتجاوز 35 عقدة، والبحر مضطرب يصبح محليا شديد الاضطراب. بالنسبة خليج حمامات ومنطقة الشابة، الريح جنوبية تتراوح سرعتها بين 5 و15 عقدة، تتقوى محليا وتوصل 15-20 عقدة، والبحر هادئ يصبح محليا قليل الاضطراب إلى مضطرب. وبالنسبة لخليج جابس، الريح شمالية شرقية تتراوح سرعتها بين 15-20 عقدة، والبحر قليل الاضطراب محليا مضطرب. التوقعات الجوية الخاصة بالمدن العربية والأوروبية: نواكشوط 31 درجة سحب قليلة، بالدار البيضاء 29، بالجزائر سماء صافية 31 درجة، بطرابلس طقس مشمس 34، بالخرطوم أمطار متفرقة 34 درجة، وبالقاهرة في حدود 39 درجة وطقس صافي. بالنسبة للمدينة المنورة سحب قليلة 46 درجة، وبمكة المكرمة في حدود 42 درجة. مسقط طقس صافي 33، أبوظبي طقس مشمس 41 درجة، بالدوحة سحب قليلة 38، بالكويت 46 درجة، ببغداد 45، بدمشق 37 طقس صافي، ببيروت 30، والقدس الشريف 31 درجة، اسطنبول طقس صافي 32. بأوروبا روما في حدود 34 درجة، فيينا كذلك 34، برلين سحب قليلة 26 درجة، بأمستردام 26، بروكسل 29، بجنيف 33، بباريس 33، كذلك مارسيليا، بمدريد 39 درجة طقس صافي، وبلشبونة سحب قليلة 30 درجة. التوقعات الجوية بالنسبة للأيام القليلة القادمة: نهار 30 إن شاء الله طقس يتميز بظهور سحب عابرة بأغلب المناطق، تكون أحيانا كثيفة في فترات ما بعد الظهر بالجهات الغربية. الريح باش تكون من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة، والبحر قليل الاضطراب بالشمال وهادئ بالسواحل الشرقية. الحرارة في ارتفاع نسبي بالشمال والوسط وفي استقرار بالجنوب. نهار 3 ان شاء الله باش يكون طقس عامة قليل السحب، الريح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة، البحر هادئ الى قليل الاضطراب، والحرارة في استقرار. اوقات الشروق والغروب: الشروق في تمام الساعة 5:32 دقيقة، والغروب 7:16 دقيقة. لمزيد من المعلومات طرق الاتصال والتواصل على موقع الويب www.meteo.in او على رقم الواتساب 88 40 4 0.
اوقات صليت لحد 11 نقود الموافق ل 6 اصفر صبح ان شاء الله باش يكون مع 3:56 دقيقه، صليت الظهر منتصف النهار 31 دقيقه، العصر 4:11 دقيقه، المغرب 7:17 دقيقه، وصليت العشاء 8:52 دقيقه. شكرا حسن الاهتمام والمتابعه، نهايه اسبوع مريحه، ليلتكم زينه.